السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وحبايب قلبي على السوشيال ميديا، حياكم الله جميعا وأسعد الله جميع أوقاتكم. عيلة الأكابر، اليوم رح نتعلم على منصة MXC Global، يعني ميكسي جلوبال. وأيضا مو بس هيك يا شباب، رح نتحدث كيف نسجل بالمنصة وكيف نوثق الحساب. وإذا سجلت من طريق الرابط تبعي تبع اليوتيوب رح تحصل على $5 مجانية للتداول. فلذلك إذا كنت حابب تكبر محفظتك المالية وتدخل لعالم المضاربة بالطريقة الصحيحة، انضم لنا على رابط التليجرام المثبت بصندوق الوصف. فوت فوتك يا معلم. طيب يا شباب، مثل ما بتعرفوا تكبس على البحث قناتنا على اليوتيوب Beautiful Mind Academy، بتفتح على أي فيديو موجود. نحن كبسنا وفتحنا الآن على أي فيديو موجود على قناتنا. بعد ما فتحناه بنكبس على كلمة مور. بعد ما ضغطنا على كلمة مور نضغط أيضا على كلمة مور مرة أخرى، يعني المزيد باللغة العربية. تمام، ننزل للأسفل بنشوف قناة MXC، لك هي ميكسي جلوبال، نفتحها. بعد ما نفتحها بنكبس هون على ثلاث نقاط فوق بالزاوية مثل ما لكم شايفين، بنقوله يفتح لي عن طريق المتصفح الكامل والنظامي. تمام، نختار جوجل كروم. طبعا يا شباب بنحط الإيميل الخاص فينا على المنصة أو نسجل عن طريق الموبايل يلي مثل ما لكم شايفين هون بالزاوية. الآن نحن بدنا نسجل عن طريق الإيميل. مثل ما لكم شايفين سجلنا الإيميل مثال تبعنا beautifulmindacademy، بنحط @gmail.com. أي إيميل أنت بتملكه بنعمل له next. طبعا بيطلب مني التحقق، نظام التحقق، بعمل له إياه وبقول له أني أنا مالي روبوت. مثل ما لكم شايفين موافق على هذا الشيء، بيقول لي عطيني الباسورد. بحط الباسورد يلي انا بدي اياه. مثال بحط اول حرف كابيتال لتر، بعدين سمول لتر، بعدين مثلا 6 6 3 3 مثلا 7 7، بعد منها بكتب مثلا يعني الكلمه بخليها مثلا كريبتو، مثلا خلينا نقول كريبتو، نكتب كريبتو كريبتو. تمام، لانه لازم يكون اول حرف كابيتال بعدين سمول بعدين أرقام، بعد الأرقام بنحط رموز، يعني هذا الرمز الدبليو حلو، هذا الرمز اليورو حلو، يعني رموز بنحطها. تمام يا أبطال، بعد ما بحط الرموز بقول له موافق أنا على بنود الاتفاق هي كلها، بحط عليها إشارة صح وبكبس على كلمة ساين أب. ولما بكبس على كلمة ساين أب، أنا ما رح أكبس الآن، لما بكبس على كلمة ساين أب بتسجل بالمنصة وبيجيك رسالة على إيميلك. تمام، من المنصة تفتح الرابط مشان يتوثق الحساب وتصير شغال. تمام، خلينا الآن نذهب للمنصة. طبعا يا شباب بعد ما حطيت الإيميل ووثقت الحساب واجتني رسالة على الإيميل وفتحت الرسالة اللي وصلت على الإيميل ليتم تأكيد الحساب، الآن بدخل على جوجل بلاي أو أب ستور على الآيفون تبعك وبكتب ميكسي. مثل ما لكم شايفين هون الرسالة ميكسي. تمام، بعد ما بكتب ميكسي بتطلع هيك مثل ما لكم شايفين، هذا هي. تمام، وبعملها تنزيل، انا منزلها اوريدي. تمام، بعد ما منزلها الان بذهب لافتح البرنامج. طبعا يا شباب اول ما فتحت البرنامج بيقول لي حط الايميل تبعك، بضع الايميل تبعي. تمام، وبحط الباسورد يلي حطيته انت، الباسورد اللي اخترته، وبعمل له لوج ان سواء كان عن طريق الجوال او عن طريق الايميل مثل ما لكم شايفين بالصورة. الآن خليني اتجه للبرنامج. طبعا يا شباب بعد ما عملت تسجيل دخول، تمام، بكبس على هذا الإنسان الصغير اللي بالزاوية فوق الصغير اللي شفتوه. تمام، بعد ما بكبس عليه. طيب يا شباب بعد ما بكبس عليه، هلأ في بعض الناس بتقلي أنا بدي وثق حسابي مشان أموري تكون بخير. أوكي، ما عندك أي مشكلة، فيك تفوت وتوثق حسابك. تمام، وهلا هعلمك كيف توثق حسابك. طبعا يا شباب اول ما بدك تفوت وتوثق الحساب بيطلب منك، بيقول لك شو انت معك، هويه عاديه ام هويه سياره ام جواز سفر. انت بتشوف اللي بدك اياه وبتطلب على اساسها وبتفعل الحساب، بتحط وين موقعك، المكان، الاسم، الاي دي كارد تبعك، بعدين بياخذ صوره على وشك. تمام، وصوره الهويه الاماميه والخلفيه، وبتعمل له سبميت، وخلال نصف ساعة أو ربع ساعة بيتم تأكيد الحساب. هلأ بيسألوا الناس، أنه بعض الناس نحن بمصر المنصة ما بتتوثق عنا،
عادي جدا، أو بسوريا المنصة لو ما وثقتها بتشتغل عندك نظامي 100%، بتشتغل عندك نظامي 100%، وأيضا مسمح لك باليوم تحول 3000 حبة بيتكوين. تخيلوا قديش، يعني حتى USDT بيسمح لك باليوم مليون دولار إيداع وسحب حتى لو ما وثقت حسابك. فهذا الأمر عادي، ما في داعي للقلق منه للمنصة. خليني الآن اذهب للمنصة. طيب يا شباب، بس لينتهي التوثيق بيعطيك إشارة صح وإنه تم توثيق الحساب وإنه انتهى التوثيق وأمورك كلها بخير، ما في داعي للقلق. حتى مثل ما قلت لكم، لو ما لك موثق الحساب ما عندك أي مشكلة، بتقدر تبعت مليون دولار باليوم وتستقبل أيضا مليون دولار. هيك هي نظام المنصة، ما في داعي للقلق. حتى لو ما المكان يلي انت فيه بيتوثق فيه المنصة، وخصوصا للشباب السوري والمصري وكتير ناس. طيب الآن خلينا نتجه شلون بقبض الجائزة تبع المنصة. مثل ما لكم شايفين، أول ما فتحنا المنصة بنلاقي هي مكتوب عليها $1000 هات، شايفينها؟ نكبس عليها. طبعا يا شباب، انت اول ما فتت على المنصة ووثقت مثلا او ما وثقت، امورك كلياتها بخير. انا مثل ما لكم شايفين عطوني جوائز بالتداول، انت كل ما بتتداول تعطيك المنصة بالجوائز، تمام؟ واول ما فتت سجلت بالمنصة ايضا عطتني جائزة $5، مثل ما لك شايف بونس بتفوت لهون وبتقول له عطيني اياها وبتصير بمحفظتك الموجودة بسبوت $5. ما في داعي للقلق. هي هي أهم الخطوات للتسجيل بمنصة MXC، وإن شاء الله بتحققوا منا مكاسب وأرباح. بدروس أخرى حنشرح عن تفاصيل كتير كبيرة بالمنصة، كيف الإيداع، كيف السحب، وكتير أمور. لذلك لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب والدعم للمحتوى فضلا وليس أمرا، تمام يا أبطال؟ وخلينا نشوفكم بجروب التليجرام المثبت بصندوق الوصف مثل ما شفتوا لليوتيوب. بقدر اقول لك بالنهايه that is not financial advice but I'm always right. Stay safe and see you soon. Bye bye guys.